وحول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. أهلا بك دكتورة في نشرة الثالثة. بداية نبارك لك منحك وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، وهو يعني استحقاق بالتأكيد تكريم مستحق. وأيضا مع الانتقال اليوم إلى المستوى الأصفر، ما هو المطلوب من جميع فئات المجتمع؟ مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. طبعا بالنسبة إلى الانتقال إلى المرحلة الصفراء، طبعا بدءا من اليوم مثل ما تفضلت وذكرت أنه يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، وهذا يتم بشكل احترازي كإجراء استباقي للحفاظ على كل ما حققته مملكة البحرين في جميع الجهود الوطنية من تقدم في التصدي لفيروس كورونا. طبعا تم الانتقال إلى هذا المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية، كان على غرار إعلان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد العرض والموافقة من اللجنة التنسيقية على أن يستمر هذا المستوى الحالي الأصفر لغاية يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022. ومهم جدا التزام الجميع بكل الإجراءات المصاحبة إلى المستوى الأصفر واللي تم الإعلان عنها مسبقا، ومنها أهمية المواصلة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة. وإحنا بدأنا بها من بداية الجائحة، والحمد لله تعاون فيها الجميع من أجل القضاء وتقليل الحالات والإصابة بكوفيد 19، لأن هذا يسهم فعلا في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتقليل الحالات الإصابة بكوفيد 19. نعم. بالنسبه للانتقال للمستوى الاصفر، طبعا في هذا كانت الى عدد من الاجراءات، وهذه جدا مهمه ان يلتزم فيها الجميع. فبالنسبه الى القطاعات اللي ممكن بس المتطعمين او الحاصلين طبعا على الجرعه التنشيطيه والمتعافين من خلال ابراز اللي هو الشعار باللون الاخضر من تطبيق مجتمع واعي، او منهم دون 12 عاما يكونوا بصحبه شخص متطعم او متعافي، هذا ممكن يكونون في المجمعات المحلات التجاريه. تشمل هذه القطاعات أيضا المطاعم، المقاهي، المراكز الرياضية، صالات التربية البدنية، برك السباحة، الألعاب الترفيهية، إقامة حتى المناسبات والمؤتمرات. هذا جدا جدا مهم. بالنسبة للتجمعات الكبيرة مثل الفعاليات الرياضية، محلات اللي يكون فيها الخدمات مباشرة مثل الحلاقة والصالونات، محلات السبا ودور السينما، تكون عادة بطاقة استيعابية 50% فقط. أما بالنسبة للي ممكن المتطعمين وغير المتطعمين، هي المراكز الحكومية والمحلات التجارية الموجودة خارج المجمعات. نعم. هذا جدا مهم الالتزام بها على أساس إحنا نقدر أن نواصل جهودنا في التصدي إلى كوفيد 19. وفيها بعض الأشياء القطاعات الأساسية يعني الموجودة، الهايبر ماركت، محلات الوقود، الخدمات الصحية، البنوك، هذه بتكون مفتوحة للجميع إن شاء الله، وتكون متاحة إلى الكل على أساس أن ما يتأثر هذه الخدمات إن شاء الله. نعم بالتأكيد، يعني هي الإجراءات بالنسبة لهذا المستوى، المستوى الأصفر، هي يعني واضحة ويتم نشرها بشكل يومي عبر مختلف المواقع. لكن دكتورة، يعني ما أهمية الجرعة المنشطة في هذا الوقت تحديدا؟ طبعا الحصول على التطعيم والجرعة المنشطة هذا يشكل الفارق في التحدي احنا نواجهه وواجه العالم كله مع وجود المتحور الجديد الأوميكرون. طبعا المعلومات الأساسية العلمية واللي أثبتتها معلوماتنا في مملكة البحرين وعلى حتى على مستوى العالم، ان الحصول على الجرعة التنشيطية هو عامل جدا جدا مهم لرفع نسبة المناعة، تقليل الإصابة بالحالات، ولا سمح الله في حال وجود الحالات القائمة تكون الأعراض والمضاعفات ولا سمح الله دخول حتى العناية المركزة والوفيات تكون قليلة. فجدا جدا مهم الإقبال على هذه الجرعة المنشطة، ومثل ما تفضلت طبعا هي موجودة، ممكن الجميع أنه يروح إلى حسب القوانين الموجودة أخذ التطعيم في المراكز الصحية اللي تم الإعلان عنها مسبقا دون الحاجة للحصول على موعد، وهذا جدا جدا مهم في رفع نسبة المناعة وفي جهودنا اللي من بديناها مع بداية الجائحة واللي أثبتت نجاحها على مدى العامين السابقين. نعم نعم بالتأكيد، نجدد التذكير بأن يعني الانتقال للمستوى الأصفر هو يعني إجراء احترازي اتخذه الفريق الوطني الطبي. شكرا لك على هذا التوضيح الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي. شكرا جزيلا لك.